السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لطلاب السنة الثانية شعبة الفيزياء، المادة الكيمياء المعدنية الوصفية. أعلمكم بأن هذه المادة سوف تدرسونها في السداسي الأول فقط، بينما في السداسي الثاني لنا مادة أخرى وهي الكيمياء التحليلية. أول درس في الكيمياء المعدنية هو المعقدات، كما ترون هنا في الشكل لنا أربع محاليل مختلفة الألوان، كل محلول يختلف عن التالي، كل محلول له لون خاص به. هذا المحاليل المائية لأيونات بعض المعادن الانتقالية، هذا المعادن التي سوف نتطرق إلى دراستها بالتفصيل. يبدو للعالم من حولنا، أو يبدو العالم من حولنا عفوا، ملونا بشكل رائع، لكن بالنسبة للكيميائيين فإن هذه الألوان هي موارد للمعلومات غنية في بنية وترابط بين المواد. نشوف اللون ولكن ولابد نعرف هذا اللون من أين، نتساءل كيف تكون هذه الألوان ومن أين هذه الألوان. هذا رجع إلى البنية والترابط بين المواد. مركبات المعادن الانتقالية هي مجموعة مهمة من المركبات الملونة. إذا لاحظ العلماء بأن المعادن الانتقالية هي مركبات ملونة، وهنا تساءلوا لماذا تملك هذه المركبات ألوان؟ ولما تتواجد مركبات تحمل نفس الصيغة ولكن بألوان مختلفة؟ هنا وين ظهرت كيمياء، أو اكتشف العلماء كيمياء، وهي الكيمياء التناسقية. هذه الكيمياء التناسقية هي اللي ساعدت في الإجابة عن هذه الأسئلة. الكيمياء التناسقية تهتم الكيمياء التناسقية بدراسة مركبات العناصر الفلزية. إذا أول اهتمام لها هي قامت بدراسة مركبات العناصر الفلزية، ويطلق عليها بالمعقدات الفلزية أو المركبات التناسقية أو المتركبات. إذا الكيمياء التناسقية اهتمت بدراسة إلا المعادن الفلزية التي تكون معقدات أو مركبات أو متركبات. هذه المتركبات هي عبارة عن تجمعات ذرية ذات تركيب معقد لا يتفق مع النظريات التقليدية في التكافؤ. ومن أكثر المعقدات أهمية تلك التي توجد في الطبيعة مثل الكلوروفيل. الكلوروفيل هو معقد المغنيسيوم، ولها أهمية في عملية التمثيل الغذائي للنباتات. نشوف كذلك معقد آخر وهو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين معروف وهو معقد الحديد، وهو يعمل كحامل أكسجين في الدم للإنسان. تلعب هذه المعقدات دورا حيويا في العمليات البيولوجية المختلفة الحيوانية والنباتية على حد سواء، وكذلك في الكيمياء التحليلية. نسيب الكيمياء التناسقية كذلك في الكيمياء التحليلية، ولقد أسهمت دراستها في فهم الروابط في الكيمياء غير العضوية. المركبات التناسقية نشوفها مع بعض. هي ماذا؟ هي مركبات ناتجة من اتحاد ذرتين. الذرة الأولى تسمى بالليكاند. هذه الذرة تميل لكي تهب مزدوج إلكتروني، يعني لها ميل لتهب مزدوجا إلكترونيا، وبالتالي فسميت بليكانت. الذرة الثانية هي الفلز. الفلز يوفر أوربيتالات فارغة ليستقبل الزوج الإلكتروني التي وهبته
الليكاندات، هذا ما يسمى بالاتحاد والمركبة التناسقية. مركبا تناسقيا هو عبارة عن فلز وليكاند، الفلز يكون في المركز والليكاند يرتبط مع الفلز، يعني حول الفلز. فالليكاند يعطي زوج من الإلكترونات، والفلز يوفر أوربيتالا فارغا، يوفر أوربيتال فارغ ليستقبل ذلك الزوج من الإلكترونات التي وفرتها الليكاندات أو الليكاند. إذا أي فلز مركزي متمثل بالفلزات الانتقالية؟ هذا الفلز المركزي الذي يستقبل لو دوبلي إلكترونيك من الليكاند، الزوج الإلكتروني من الليكاند، هو عبارة عن فلزات انتقالية. الفلزات الانتقالية هي فلزات ذات العناصر الركن F أو D. احنا سوف نتطرق للفلزات الانتقالية ذات الركن D، ولها خصائص كذلك مغناطيسية وطيفية مختلفة. الفلزات الانتقالية، الفلزات الانتقالية هي فلزات تشمل عناصر الركن D، يعني آخر مدار عندها هو الأوربيتال D. كما ذكرت، إذا تحتوي على أوربيتالات D. هناك ثلاث سلاسل من الفلزات الانتقالية. هناك السلسلة الأولى من فلز السكادينيوم إلى فلز الزنك، الثانية من فلز اليتليوم إلى الكاديوم، والأخيرة من اللاتينيوم إلى الميركور. هنا نشوفها في الجدول الدوري، تلاحظوا بأنها باللون الأزرق. هذه كلها الفلزات اللي ذكرناها، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، والسلسلة الثالثة. هي من فوج بي، من 1 بي إلى 8 بي. كل الفلزات وكل العناصر الموجودة في المجموعة بي، المجموعة بي، وفي الدور الرابع والخامس والسادس. هذه هي السلاسل الثلاث للفلزات، الفلزات الانتقالية التي تدخل في الكيمياء التناسقية وترتبط مع ليكاندات بروابط تناسقية. التشكيل أو الشكل الإلكتروني للعناصر الانتقالية، دينا مثال السلسلة الأولى فقط، لاحظوا بأن آخر مدار لها سي لو 4s 3d 4p، وكما ذكرنا هي التي تحتوي على آخر مدار سي لو 3d أو 3d أو 4d، يعني d en général. دونك هنا نشوف بأنها غير مكتملة. نلاحظ شيء آخر، مثلا بالنسبة للكروم والكويفر، تلاحظوا بأن لو 4S ما راهوش مكتمل. هذه خاصية للكروم والكويفر فقط. لماذا؟ لأن دائما كما نعرف بأن المادة تميل دائما إلى الاستقرار، والاستقرار عندما تكون أو يكون آخر مدار لها ممتلئ بالإلكترونات أو نصف ممتلئ. إذا هنا نشوف الكروم راهو نصف ممتلئ، يعني كاين 5 إلكترونات في المدار دي، وبالتالي فهي مستقرة. أو تكون كالمثال الكويفر عندها 10 إلكترونات في آخر مدار، فهي مستقرة، وبالتالي نقوم بملء الأوربيتالات دي قبل الأس، قبل لو 4S، لأنها تميل كما ذكرت للاستقرار، إما الاستقرارية كاملة إما نصف الاستقرارية. الخواص الكيميائية للعناصر الانتقالية، تتميز العناصر الانتقالية بخواص تميزها عن بقية العناصر الموجودة في الجدول الدوري، منها أنها تكوينها لحالات تأكسد مختلفة، تكوينها أيونات ومركبات ملونة، وتكوينها مركبات ذات خواص بارامغناطيسية، وكذلك تكوينها مركبات المعقدة. نشوف هنا مع بعض الحالات التأكسد لديها، تلاحظوا بأن لها
حالات تأكسد متعددة، كل من لوكخام عنده احتل زائد 6، المنغنيز احتل زائد 7، إلى آخره. دونك نشوف هنا غير السلسلة الأولى، تشوف الحالات التأكسد لها حالات مختلفة، ونلاحظ كذلك بأن حالات التأكسد تزيد، كاين زيادة هنا حتى للعنصر مونغانيز، يزيد رقم التأكسد لكل أيون حتى الوصول للمونغانيز، ثم تبدأ في التناقص كما نلاحظ هنا، تبدأ في التناقص، ثم تبدأ في التناقص. هنا كانت في زيادة حتى المنغنيز، ثم ترجع تبدأ في التناقص. عندما تبدأ بالتناقص هنا يعود إلى زيادة التجاذب بين الشحنة النووية المؤثرة والإلكترونات. إذا كلما زادت حالة التأكسد كلما قل ثبات العناصر الانتقالية خلال الدورة، كما هنا الدورة هنا في الدور الرابع. وشكرا، وطبعا هذا كان الدرس الأول. في الحصة القادمة إن شاء الله نشوف الدرس الثاني اللي المحور الأول لهذه المادة السداسية. شكرا.